طبعا قبل لا تصعدون عيادة فيلا كلينك، إن كان قسم التجميل أو قسم الأسنان، لازم البنات هني يشيكون على حرارتكم، يعطونكم جلافز، يعطونكم كمام، يعطونكم كل شيء كل شيء. شوفوا هذا كلنا منهم، زائد يسألونكم شوية أسئلة ويأخذون بياناتكم مع التوقيع وتصون. طبعا هذه أول مرة لي أصعد قسم الأسنان عند بيلا كلينك، عند دكتور عبد الهادي. هذه أول مرة، صار لي معاهم تقريبا 4 سنين، هذه أول مرة أصعد عندكم. مرحبا، شلونكم؟ شو أخباركم؟ دكتور عبد الهادي، اليوم عندنا موعد وراح أصور لكم كل التفاصيل. الحين قاعد يسحبون مني دم لاني بسوي جلسة ديرما بن. طبعا الجلسة هذه انا وايد احبها، اسويها مرة واحدة بالشهر عشان تعطيني نظارة، تفتح لون البشرة اذا كان عندي تصبغات او اثر حبوب يخف بسرعة، وتوحد لي لون البشرة، وايد احبها. هيك في اولها؟ لا لا، دكتور عبد الهادي عاش من شافك. عاشت يا رب. 4 سنين انا وياكم تحت بالتجميل، اول مره اصعد عندك. ما تقصر والله، ما تقصر، خواتي كلهم عندك ترى. انت وخواتك وعائلة كلها. ما قصر، تسلم تسلم. قاعده اصورك حق المتابعات، وابي اصور شغلك بصراحه لان الكويت كلها قاعد تسولف عنه. والله عشان كذي خواتي كلهم عندك. اي والله، هذه يعني كلمه حق لازم اقولها حق المتابعين واعرفهم عليك دكتور عبد الهادي. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. يلا نجيب لك غلا بعد ان شاء الله باذن الله. ما قصر دكتور، تسلم، عساك على القوه. شكرا شكرا. بوليش اسنان. اي هاي مان اوكي صح؟ بدون ابره بدون شيء؟ يا عادي مرتاحه ما في عوار صح؟ لا الحمد لله. تمام. هذا في الإبرة، إذا شفت الأسنان تكون قشرة داخل، كيف تقدر تحصل القشرة هذه بدون أن تبرد يصير يعني. حلو. نفس منهم. نفس.